السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة استرشاق. ازيكم عاملين ايه؟ نظرة سريعة جدا 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 على قنبلة الجي شوك مضمان جي 9300 جي 9300، بجد بجد من عشق الساعات. مضمان من الريزن طبعا، ماد ريزيست. قريت انتوا الجملة في حاجة اسمها هنا ماد ريزيست، مش فاكر هي كانت مكتوبة فين. اهي ماد ريزيست توين سنسور تاف سولر، بتشتغل بالطاقه الشمسيه. شايفين الهيكل اللي ملفوف حوالين الساعه ده كده من الطاقه الشمسيه. دي الواح طاقه شمسيه كمان، ضد الطين وضد الوحل. الازرار بتاعتها لا 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 لا، بصوا بعد اذنكم استنوني كده اعمل لكم بقى عليها بقى ايه يعني نظره، يعني ريفيو بقى كامل ليها عشان دي بصراحه. وبلاك مات كمان، يعني هي اللون بتاعها لون اسود مطفي اسمه بات او مط. لا لا بجد بجد الساعه دي تحفه تحفه تحفه. اتمنى بس يا جماعه تتابعوني ان شاء الله في الريفيو الجاي ان شاء الله. ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناه، ولو عجبك الفيديو يا ريت تنشره ما بين اصدقائك. واتمنى تدعموني يا جماعه، تدعموني وتشتركوا كده معانا وتتفاعل كلنا سوا. لو حد عايز اي حاجه اكتبها لي في كومنت. شكرا جدا ليكم، كان معكم محمد تحسين من قناه سيرشاجي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.